بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ناخد كده مجموعه من الاسئله اللي وصلت لنا في البرنامج. حد بيقول كنت عايزه اسال قدسك سؤال من فضلك في موضوع شغلني بقالي 3 سنين. انا تعرفت على واحد زميلي في الكليه وارتبطنا ببعض، انا ما كنتش اعرفه بس هو كان متابعني ومتابع اخباري، وبعد كده طلب من واحد زميلنا انه يتعرف عليا وتعرفنا ببعض وحبيته ووثقت فيه، وبعد كده جه بعد شهرين بالضبط وسابني وقال لي انت حد كويس جدا وخساره فيا، وبعد كده سيبنا بعض، والسنه اللي بعديها فتح الموضوع تاني وما كملش، وكل سنه من 3 سنين يفتح معايا الموضوع. انا مش عارفه اعمل ايه، بس كل اللي انا متاكده منه انه هو بيحبني وانا كمان بحبه، ومش عارفه افكر في حد من اللي بتقدموا لي بسببه، وبيجي لي يا قدس ابوني ناس كويسه ومستويات، ارجوك انا محتاجه رايك في الموضوع. بص يا بنتي، انا مش عارف هو ليه بيعمل كده. هل هو مش بيحب الكفايه؟ يعني في واحد يبقى مستخسر واحده، شايف انك كويسه قوي وتنفع مع شريكه حياه، وبعدين يحس انه يتقدم خطوه علشان دي ما تضيعش من بين ايديه، وبعد فتره يحس ان هو مش مشدود ليها قوي او مش شداه قوي، وممكن لو شاف واحده تانية يفكر فيها غيرها، فالتردد ده يخليه يعتذر وبعدين ما يلاقيش حد فيرجع لها وبعدين يتردد تاني. ده احد انا بقول ممكن يكون. حاجة التانية انه ممكن يكون بيحب انسانة بس هو عارف ان ظروفه والبيت عنده مش هيسمح بكده، فيقول كده عين في الجنة وعين في النار، يعني هو عاوزك وفي الوقت نفسه عارف ظروفه اللي هي النار هتمنعه ان هو يكلمك. فانا شايف ان لو الولد ده اتكلم معاكي تقولي له بمنتهى الوضوح، اسمع يا فلان، انا اتجرحت قبل كده اكتر من مرة، والبنت لما بتتجرح الموضوع بيوجعها قوي من جوه، فارجوك انا عاوزة منك تفسير للمرات السابقة انت ليه عملت كده، وايه اللي يضمن لي المرة دي انك انت ما تعملش كده تاني، وارجوك الموضوع يكون المرة دي لو هيتفتح يتفتح جد مع اب اعترافك نمرة 1 واب اعترافي نمرة 2، وبعدين الاهالي يعرفوا ان في حاجه جد، لكن مش هنرجع نتكلم مع بعض ولا نحكي مع بعض قبل ما تكون عارف انت عاوز ايه كويس، ولازم تفسر لي ليه كان لا من غير كده، لان لو ظروفك مش هتسمح قول لي من دلوقتي، لكن ما تخلينيش كل مره يعني اتوجع بسبب حاجه انا ماليش ذنب فيها. خليك يا بنتي شخصيه جاده واسالي بمنتهى الوضوح، ودخلي اب اعترافك ودخلي اب اعترافه في الموضوع، لان في احتمال وان كان بعيد لكن ممكن يكون موجود ان الولد يكون بيلعب، فاحنا لازم نغطي نفسنا ان احنا بنتكلم جد المره دي، الا اذا كانت عنده ظروف تانية لازم يقولها ويبقى لك انت القرار في هذا الوقت. سؤال، ابونا انا فكري متلخبط جدا من كتر المشاكل والصراعات، وانا تعبانه جدا جدا، واب اعترافي عاوز يوديني لدكتور نفسي بس انا رافضه اروح، لاني رحت مرات كتيره عند اكتر من دكتور بس بدون متابعه، انا تعبانه، قول لي اعمل ايه، مش قادره افكر، حاسه بعجز، اسفه اني طولت، وارجو الرد والصلاه من اجل. ربنا معاكي ويبارك حياتك، لكن هنقول نعمل ايه. اذا كنت انت مش مرتاحه لفكره انك تروحي لدكتور نفسي فممكن نعمل حاجه تانية. ايه اللي نعمله؟ ان ممكن نروح لحد من بتوع المشوره او بتوع الارشاد النفسي، يعني مش ضروري يكون ساكاتريك دكتور نفسي اللي هو بيدي دواء وعنده عياده، لا ممكن يكون في حاجه زي اخصائي نفسي او واحد دارس مشوره ودارس نفسيات كويس قوي، تقعدي معاه مره واتنين وتطرحي الافكار دي. في حاجات كده بتتعمل دلوقتي اسمها اعاده البرمجه السلوكيه، انا مش دارس الحاجات دي بتفصيل لكن سمعت ممكن يكون حد منهم يقدر يساعدك شويه، لكن لو قالك تروح لدكتور نفسي وضم صوته لأب اعترافك يبقى انت لازم تروح لدكتور نفسي، لان مش العلاج عند ابونا الكاهن، لابونا الكاهن دكتور روحاني، لكن احنا بنحترم الطب النفسي والطب النفسي له دور كبير قوي، والاطباء النفسيين الخدام بيساعدوا الاباء الكهنه في حل مشاكل كتيره الحقيقه. سؤال، حد بيقول عندي مشكله بابا بيعاملني كمريضه نفسيا مما يتعب نفسيتي اكتر، انا في اولى كلية، انا عارفة اني وحشة جدا بس نفسي اروح السماء. كفاية قوي عند ربنا انك يكون نفسك تروح السماء، لان معنى كده ان ارادتك في خلاص نفسك
تتقابل وتتوافق مع إرادة الله في خلاص نفسك. وبعدين انت بتقولي وحشة قوي، بس وحشة قوي دي بتفكرني بآية جت في سفر النشيد الأناشيد الإصحاح الأولاني، بتقول أنا سوداء وجميلة. يعني إيه أنا سوداء وجميلة؟ يعني لما الإنسان يحس إنه وحش ربنا يقول له لا، أنت حلو قوي، أنت جميل قوي، كفاية إنك أنت ابني، كفاية إن عليك الختم بتاع ابن الله اللي أخدته في مسحة الميرون، كفاية إنك أنت الخليقة الجديدة اللي في دمي وفي جسدي، كفاية إنك بتتناولني وبتتحد بي. طول ما أنت كاره الخطية وحابب إنك أنت تروح السماء، أنت ابني اللي بحبه. طب بابا بيقول كده ليه؟ أنا مش عارف الحقيقة، هل يمكن في تصرفات أنت بتعمليها في شيء من العصبية، فيها شيء من التناقض يخلي بابا بيقول كده؟ بس عايز أقولك حاجة، أوقات كتيرة قوي الآباء وهم بيربونا ما بيكونش قصدين كل كلمة يقولوها، فما تاخديش الكلمة دي على محمل الجد، وما تخليش الكلام ده يأثر في نفسيتك وافتكر الآية اللي أنا قلتها، أنا سوداء وجميلة. امسكي في ربنا جامد وروح الأب باعترافك وقولي له بابا بيقول عليا كده، هو أنا كده بجد؟ لو أنا كده بجد ساعدني يا أبونا أن أنا أتصلح. هتلاقي يا أبونا عادة هيكون شايف صورة تانية هيشجعك بيها، واتطمني يا بنتي أنا معرفتيش صحيح، بس أنا حاسس أنك أنت مش كده أو زي ما بابا بيوصفك، فأنت مش مريضة نفسيا ولا حاجة، أنت شكلك إنسان عاقل جدا، بس شوفي أبونا لو سمحتي. في سؤال بيقول أنا ابن المسيح من الإسكندرية بشتغل في الغردقة، وجايلي شغل في إسكندرية جنب مراتي وبنتي، خايف أسيب الشغل اللي في الغردقة واشتغل في إسكندرية. خايف من إيه؟ شوف يا حبيبي، لا يوجد شيء في الدنيا يعادل إن الأب يكون مع أولاده والزوج يكون مع زوجته. صدقني يا ابني، لو المرتب هيتقص منه جزء، وجودك نفسك في البيت وعيالك اللي بيشوفوك بعينيهم وزوجتك اللي بتتآنس بوجودك كزوج ورفيق وشريك في الحياة أهم بكتير قوي، لأن البعد يعني مشكلة بيعمل مشاكل وبيخلي الراجل يتصرف بطريقة والست تتصرف بطريقة. فخلي بالك لو سمحت اقبل الشغل في اسكندرية طالما ناس موثوق فيهم يعني، وبعدين ما انت بتفضل طول عمرك خايف انك تسيب الشغل اللي في الغردقه، يبقى عمرك ما هتسيب الغردقه ومش هتقدر تجيب مراتك. طب ده اسمه كلام؟ حد يشوف مراته وولاده مره كل شهر او شهر ونص ثلاث اربع ايام؟ لا. في فكر الله الاسره ايقونه فيها الزوج والزوجه مع بعض، اذا ما كانتش المواضيع قاسيه قوي ما بنحبس ابدا ان الزوج يسيب زوجته واولاده. اقبل يا ابني، بس صلي وشوف الشغلانه نوعها ايه، وقابل الناس وقول لهم انا هسيب شغلانه دخلها كويس في الغردقه عشان اجي جنب بيتي واولادي، بس لو كنتوا انتوا عاوزيني عشان فتره مؤقته بس وتمشوني، لا الحقيقه ده يبقى صعب عليا قوي. خليك صريح وامين واتكلم وما تقلقش. في سؤال بيقول انا خاطي لدرجه اكتر من موسى الاسود، اعمل ايه؟ انا خاطي اكتر من موسى قبل ما يتوب، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ بسيطة قوي، تعمل اللي عمله موسى الأسود، إنك تتوب، تقول لنفسك آخرة الخطية اللي أنا فيها إيه؟ موت وهلاك. وافتكر حاجة حلوة قوي، إن الأنبا موسى الأسود الحقيقة لما ابتدى يقدم توبته راح لأبوه الروحي وهو القديس الأنبا إيسيزورس، ولما راح للقديس الأنبا إيسيزورس حصل إيه؟ ابتدى يعترف بخطاياه. والتقليد الرهباني بيقول حاجة حلوة قوي، إن كان في ملاك ظهر الأنبا إيسيزورس وكانت كل خطايا موسى الأسود الشديدة مكتوبة، وكل خطية كان يعلنها ويقولها بالرغم إن كانت خطايا صعبة قوي بيقولها قدام مجمع رهباني كان الملاك يمسحها، لأن الأنبا إيسيزورس نفسه كان بيسأل يا ترى يا رب مجرم بالشكل ده تكون لي توبة؟ فربنا عشان يأكد له إن توبة الأنبا موسى مقبولة عمل كده، ان خليه يشوف بعينيه ازاي الخطايا دي بتتمسح من لوح الخطايا. فانت ابواب التوبه مفتوحه، بس التوبه عاوزه رجوله، انك تاخد عهد ووعد، وعاوزه قرار قبل ما تبطل الخطيه تبطل اصدقاء السوء
اللي كنت بتمارس معاهم الخطية، لأن طول ما في أصدقاء بيتكلموا في المواضيع اللي فاتت وانت ما سبتهمش، الشيطان هيستغلهم علشان يوقعك مرة تانية. معانا الأستاذ سامح. الأستاذ سامح من أسيوط، اتفضل. سلام يا أبونا. سلام والنعمة. كنت عايز أسأل أستاذ بعد إذنك بخصوص السفر لأمريكا بالنسبة للولاد المخطوبين أو يعني المقبلين على الجواز، إيه رأي أستاذ في حاجة زي كده؟ تاني أول كلمتين ما سمعتهمش. كنت عايز أخد رأي أستاذك في الشباب اللي بتجوزين جداد في السفر لأمريكا. أنا ما عنديش رأي، أنا ما عنديش رأي. الهجرة دي قرار شخصي، الكنيسة ما بتقولش فيه أو لأ، بس أنا هقول كام نصيحة. النصيحة الأولاني، يروحوا لولايات فيها كنايس حية وشغالة، كنايس جاذبة، يبقى نمرة واحد يسافروا لكنيسة. نمرة اتنين، لما بيسافروا هم صغيرين أفضل ما يسافروا هم كبار، لأن أمريكا هناك الشغل فيها، أستخدم اللغة اللي بيقولها الشباب هنا في مصر، طحن. يعني إيه طحن؟ يعني ممكن هنا واحد يشتغل والتاني يعني يقعد في البيت، هناك لا، الحقيقة لازم الاتنين يشتغلوا، ويشتغلوا بقسوة قوي وبشدة قوي عشان يعرفوا يجيبوا إيجار كويس أو يدفعوا قسط بيت كويس. فهناك عندهم استرس، الناس بتبقى فاكرة إن أمريكا جنة، اللي بيسافر على أساس إن أمريكا جنة بيتعب جدا هناك، بيتعب جدا جدا. لازم يكون رايح عارف إن في شقة وفي تعب. هنا في مصر لما بنتعب أهالينا بيطبطبوا علينا، هناك الناس لما بتتعب لازم تتعب وتتقبل التعب. وممكن، وفي حاجة كمان عايز أقولها، إن البدايات هناك كمان ما بتبقاش بدايات سهلة. يعني ممكن نبتدي بأي شغلانة بسيطة، فالإنسان لو حساس ويقول أنا كنت في مصر محاسب أو كنت في مصر مهندس ودلوقتي واقف ببنزينة وبمون عربية وبقيت مواطن من الدرجة السابعة، لو نفسيته كده أحسن ما يسافرش. على فكرة موضوع الهجرة ده موضوع كبير، أتمنى إن ربنا يدينا إن إحنا في البرنامج كده نتكلم فيه مع بعض مرة. شكرا. العفو، مع ألف سلام، مع السلامة. متهيألي وقتنا كده. طيب إحنا ناخد سؤال أخير ونختم بيه برنامجنا إن شاء الله. في واحد بعد بيقول بواجه مشكلة، كنت بخدم في اجتماع شباب تبع كنيستي وحاليا رسم أسقف عاما للبلد عندنا، ووحد اجتماع الشباب لكل الكنائس، والأعداد كبيرة جدا من الخدام، وحاليا بنزل ولكن مش عارفة أخدم زي الأول ومش حاسة بالخدمة، وكمان بخدم في مدارس الأحد وبدرس في كلية الإكليريكية، أكتفي بينهم ومنزلش خدمة شباب تاني لأني مش بعمل حاجة ولا لأ؟ أنا هقولك حاجة، أنا لو مكانك هعمل كده، هروح لسيدنا الأسقف وأقول له حاجتين. الحاجة الأولانية، نشكر ربنا على وجودك يا سيدنا. نمرة اتنين، هنقول له ميزة الاجتماع الشباب الكبير حلو قوي، نقدر نجيب متكلمين حلوين، نقدر نجيب ناس من القاهرة لأن هيجي لها اجتماع حلو، دي ميزة الاجتماع الكبير. بس في حاجة برضو يا سيدنا، عيب الاجتماعات الكبيرة إن العمل الفردي فيها قليل، وممكن تكوني جريئة وتقترح على سيدنا إن ليه ما يكونش في اجتماع كبير على مستوى الأبروشية وبرضو اجتماعات صغيرة على مستوى الكنائس، لأن ممكن الاجتماع الكبير عشان في كنيسة واحدة الناس البعيدة تكسل إنها تروح له. فنجمع بين الطريقتين، نعرض الفكرة على سيدنا بعد ما نكون صلينا، واللي يقوله سيدنا هو اللي هيكون، لأن هو يمثل يعني رئاسة كنسية في هذا المكان، فنحترم اللي هيقوله. الحاجة التانية، انت بتخليكي، انت بتقولي في ثانوي وتقولي وكمان في الكلية الإكليريكية، خليكي في الإكليريكية في ثانوي، لأن هنا في عمل فردي حلو قوي، في فصل مدارس أحد بتلاقي فيه بناتك اللي انت عارفاهم وتقدر تفتقديهم، وقولي لهم كده لو في مهام معينة عاوزيني أعملها في اجتماع الشباب أنا تحت أمركم،
لكن انت بتقولي ان الخدام بقوا كتير وزحمه قوي ما بيعملوش حاجه. لو ما بيعملوش حاجه ممكن جدا تكتفي بخدمه سنوي عشان يبقى خدمتك فيها اكثر عمقا وتكتفي بالاكليريكيه. لكن برضو اعرضي ان لما تكون في حاجه محدده واجب محدد تعمليه في اجتماع الشباب الكبير قولي كده قبل ما تسيبيه. بس انا افضل انك تكلمي سيدنا عشان نتعلم ان كنيستنا بتعلمنا ان كل ابواب الحوار مفتوحة. سيدنا ده اب مش حاكم، فالاب بيسمع ولاده والولاد لازم يكون عندهم الجرأة ان يكلموا ابوهم، بيكلموه باحترام بيكلموه بخضوع، لكن ليهم كل الحق ان يتكلموا مع ابوهم. اعتقد كده احنا